المجهود اللي بذلناه خلال هذه السنة غاية في الأهمية، هو أننا نقلنا الغلاف المالي ديال المنح الدراسية من 1,600,000,000 درهم إلى 1,800,000,000 درهم، ونسبة التغطية الوطنية اليوم أصبحت عندنا تقارب 85% من عدد الطلبات المعبر عنها. وهناك بعض المناطق على الصعيد الوطني اللي هي تعاني من هشاشة أو بعد اللي فيها التغطية ديال 100%، ونحن الآن بصدد النقاش مع وزارة المالية باش يمكننا إن شاء الله في المدى القريب نوصلوا إلى التعميم ديال المنح على الطلبات المعبر عنها والمستحقة، وهذا هدف مهم جدا بالنسبة لطلبتنا، ونتمنى إن شاء الله نحققه في أقرب وقت ممكن. نظام المنح لا يعني فقط الإجازة، بل يعني الماستر ويعني الدكتوراه. سنصل إن شاء الله قريبا إلى تعميم منح الدكتوراه اللي هي مبنية على الاستحقاق العلمي ماشي الاستحقاق الاجتماعي، حيث أن أي واحد قدم مشروع ديالو ديال الدكتوراه وتم القبول ديالو إذن أوتوماتيكمو عيب وحرام أنه طالب ما يكملش الدكتوراه ديالو لأنه لسبب مادي أو ما عندوش منحة، علما بأنه الطلبة اللي مسجلين الدكتوراه عندنا اليوم ما كيتعداوش 34,000، اللي كيناقشوا منهم سنويا ما كيتعداوش 2,000، فهمتي؟ إذن حنا محتاجين أن نرفعوا هذا العدد، باش يمكن نرفعوا هذا العدد لابد أن نوفر الظروف الملائمة بالنسبة لطلبة الدكتوراه وكذلك بالنسبة لطلبة الماستر، لأن طلبة الماستر هم المشتل الحقيقي ديال الطلبة ديال الدكتوراه. إذن هناك مقاربة شمولية للأسلاك الثلاثة فيما يتعلق بهذا الموضوع. الرقم اللي نعطيه لك هو أننا وصلنا 385,000 ممنوح في الإجازة خلال هذه السنة، ونتوقع أن هذا العدد غادي يرتفع أيضا إن شاء الله بفعل الارتفاع ديال العدد ديال الطلبة الحاصلين على البكالوريوس.